قد يكون الراقص هذا رجلا آليا، لكن ذلك لا يمنعه من التحرك برشاقة خلال أدائه لرقصة البريك دانس. إنه جيو البالغ طوله 34 سنتيمترا، وهو المرشح لأن يكون النجم الأول في عالم التحكم الآلي. عادة ما يبدو الرجل الآلي بعيدا عنك، لكن هذا يبدو أكثر قربا. ربما لهذا السبب يبلغ سعر جيو 1700 دولار، لكن عوامل أخرى ترفع ثمنه، فقد بذل مخترعو جيو كثيرا من الجهد لبرمجته للقيام بالرقصات الصحيحة. قررنا استخدام رقصة بريك دانس، فأخذنا الحركات من راقص عالمي محترف. أما بالنسبة للدوران على الرأس، فقد طلبنا من عضو في الفريق الذي يحمل الرقم القياسي في الدوران على الرأس أن يرينا بعض الحركات. ويعتبر جيو نسخة مستحدثة لرجال آليين تتوفر في الأسواق، لكنها نسخة تحتاج إلى كثير من العناية، فبسبب تحركات جيو السريعة هناك دائما حاجة لتصليح القطع التي لا تعمل ولتقوية المفاصل كي لا يتكسر جيو عند أدائه رقصة البريك دانس. علا مكي، بي بي سي.